ملعب فريق ريال بيتيس الإسباني في انتظار انطلاقة المباراة التي ستجمع المنتخبين الوطني للمنتخب الوطني المغربي استعدادا لكأس العالم قطر 2022. إذن اليوم في ضيافة هذا الملعب ملعب فيامارين خطيرة مغربية رائعة التيكي تاكا المغربية، رائعة اللمسات المغربية، بناء هجومي أكثر من رائع للمنتخب الوطني المغربي. يعني تابعنا طريقة البناء الهجومي يتفاعل مع هذه التكلفة لفائدة المنتخب أمام منتخب الباراغواي. تلعب ركلة ركنية خطيرة، فرصة فرصة جميلة للمنتخب الوطني لكن لم تمتلك مساحة هنا. مرف أشرف تمريرة بينية، فرصة لريان، متابعة والحارس سيلفان توري، ضربة خطيرة، محاولة توغل من الطرف الأيسر، حذاري حذاري، وتسديدة خوليو سيزار مرت بسلام في داد الكرة بشكل مباشر، مرت محادية، مرت محادية، تفاعل من جانب ياسين بونو، حديث مع حيث صد المنتخب الوطني عدم ترك الفش وعدم كاد أن يفعل منتخب توغل في الخطورة، وفي الخطورة دائما للمنتخب الوطني. يسدد بوفال امام الارتباك من منتخب الباراغواي، برافو شباب، برافو. الان رسيقه لغوستافو، تنفذ الكره البحث عن الضربه الراسيه، حذاري حذاري، هذه الفرصه الخطيره لمنتخب الباراغواي، دون اللمسه او التوغل من حارث، فرصه خطيره، جول، لا الحكم يرفض بدعه التسلل، للأسف الحكم يرفض بداية التسلل، لكن جمالية اللقطة، جمالية هذا البناء الهجومي، الهدف بوفال، بوفال مشات تمامية، تيكي تاكا مغربية، مطالبة بركلة جزاء، كل الحكم عدم وجود الخطأ، نزل الضغط المغربي.